لو جيت أطبق قانون أوم على الملف، ففي عندي منبع للتيار المتردد، وهذا مقياس لشدة التيار المارة في الملف، وهني عندي الجهد. الملاحظة الأهم، الملاحظة أن هذا الملف في بداية نشوء التيار أو في بداية التيار يتولد فيه قوة محركة تؤخر التيار عن المرور، ولا يبدأ التيار بالمرور إلا بعد أن يبدأ الانخفاض في الجهد. عندما يبدأ الانخفاض في الجهد بعد ما يصير قيمة عظمى، يبدأ التيار بالمرور، يسمح الملف بذلك كما نلاحظ بالشكل التالي. وهنا نلاحظ أن الجهد يسبق التيار. لو ركزنا على العدادية بنلاحظ أن الجهد يسبق بربع هزة. ولو جيت على التمثيل البياني أجد أن التيار يتأخر عن الجهد بربع هزة. الملاحظة الأخرى، لو جيت أمثلهم بلاحظ أن الجهد يسبق التيار بمقدار 90 درجة.